بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء، الإمساك عن المشي، الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الأكل والشرب، يسمى صياما في اللغة. أما في الشرع الصيام هو الإمساك بنية، الإمساك بنية، الإمساك بدون نية لا يسمى صياما شرعيا، إنما يسمى صياما لغويا. الإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات بنية، وليس الإمساك عن الكلام أو عن المشي، هذا لغة. أما في الشرع فالمراد الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، لكن بنية. ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا وقت الصيام، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا الصيام اليومي. والصيام على قسمين: صيام فرض وصيام تطوع. صيام الفرض هو صوم شهر رمضان، ركن من أركان الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. جعل الصيام صيام رمضان أحد أركان الإسلام. هذا هو موضع الكلام الآن: صيام شهر رمضان اللي هو الفرض، صيام التطوع كما يأتي، وهو فرض على هذه الأمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، بينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، شهد منكم الشهر يعني حضر، فليصمه كله من أوله إلى آخره، فليصمه. نعم. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. نعم. الصيام صيام شهر رمضان يبدأ من رؤية هلاله، قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ولا يجوز للإنسان أن يصوم قبله يوم أو يومين، يقول احتياط، هذا لا يجوز، لا يصام رمضان حتى يثبت دخول الشهر، وذلك برؤية هلاله أو بإكمال شعبان 30 يوما.
إلا إنسان يصوم تطوع، من عادته يصوم تطوع فيصوم حتى ولو قبل رمضان بيوم أو يومين، ما دام تطوع ولا يحسبه من رمضان فلا بأس بذلك. نعم. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. أعيد الحديث. قال: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عمار بن ياسر رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول: من صام اليوم الذي يشك فيه، لأنه من رمضان، صامه على أنه من رمضان، هو شك ما يدرى هل هو من رمضان أو لا، قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم كنية للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فيه تحريم صوم يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شهر شوال إذا لم يرى الهلال يكمل الشهر، إذا لم يرى الهلال يكمل الشهر ثلاثين يوما، يكون هذا اليوم من شعبان، لا يجوز الإنسان يدخل في رمضان. رسول وضع لنا حد: صوموا لرؤيته يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته، لا يصوم حتى يرى الهلال يثبت عند الحاكم يصوم. أما أنه يقول أحتاط هذا لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين. وللبخاري: فأكملوا العدة ثلاثين. هذا حديث واضح في بداية الشهر، صوموا لرؤيته، رؤية الهلال، لا تصوموا حتى تروا الهلال، وليس بلازم يراه الناس كلهم، إذا رآه واحد من المسلمين وشهد بذلك عند القاضي فإنه يلزم الجميع الصوم عملا بالرؤية من أحد المسلمين كما يأتي. فإذا رؤي الهلال فلا كلام، يصوم. إذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، ليلة الثلاثين من شعبان ما رؤي الهلال، إن كان الجو صحوا ولا مانع من الرؤية ولكن لم يرى، هذا ما في شك ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز الصيام لأنه لم يرى الهلال ولا مانع من رؤيته. ما إذا كان حال دونه غيم أو قطر فهذا محل خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يصام، صحيح أنه لا يصام أيضا. فإن غم عليكم يعني لم تروا الهلال بسبب غيم أو قطر أو فاقدروا له. إيش معنى اقدروا له؟ فسره الرواية الثانية: اقدروا له اكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، يصبحون مفطرين على أنهم من شعبان، هذا معنى اقدروا له، أي اكملوا شعبان ثلاثين يوما، لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون ثلاثين يوما، فإذا لم يرى يوم تسعة وعشرين ما رؤي فنبني على الأصل وهو الإكمال. والحمد لله ديننا ما فيه تكلف ولا فيه مقال لقائل أو اجتهادات،
نحن نعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. نعم، هذا يفسر قول اقدروا له. بعض العلماء يقول اقدروا له يجعلوا شعبان 29، ضيقوا، اقدروا يعني ضيقوا، ولكن التفسير جاء من الرسول صلى الله عليه وسلم: أكملوا شعبان 30 يوما. إذا جاء النص فلا مقال لأحد. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. تراءى الناس الهلال. نعم، هذا سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته. فهذا يستدعي من المسلمين أن يتراءوا الهلال، يتراءون الهلال، ما يقولون نبي نصبر لما يجينا خبر، لا، يتراءون الهلال يوم 29، مساء 29 تراءون الهلال. هذا سنة، يطلبون رؤيته. إذا رآه واحد كفى، ولازم يرونه جميعا. إذا رآه واحد من المسلمين يكفى. هذا ابن عمر رضي الله عنه رأى الهلال. تراءون الناس الهلال ولم يروه؟ رآه ابن عمر، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فعمل برؤيته، فدل على أن الرؤية تثبت برؤية واحد من المسلمين، الحمد لله. نعم، فهذا فيه مسألتان: المسألة الأولى سنية تراء الهلال تحريه، والمسألة الثانية أنه إذا رآه واحد وقبل القاضي شهادته أنه يلزم الناس الصوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. وهذا مثل حديث ابن عمر أن أعرابيا، والأعرابي هو الذي يسكن البادية، الأعرابي واحد الأعراب وهم البدو الذين يسكنون البادية، فرأى الهلال هذا الأعرابي وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره. لما كان مجهول الحال، لما كان مجهول الحال، النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: وتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فثبت أنه مسلم، ثبت أنه مسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي في الناس بالصيام. هذا فيه دليل على أنها تقبل شهادة واحد، وإذا كان وأنه إذا كان مجهول الحال القاضي يستفصل منه، يستفصل منه حتى يتثبت من حاله، وأنه إذا ثبت أنه لا مطعن فيه فإن يلزم المسلمين الصوم، وأن القاضي يعلن أو الحاكم يعلن
أن الناس ما يصومون إلا بإعلان، الفوضى ما تجوز، ما يصوم الناس إلا بإعلان من الحاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يؤذن في الناس، واليوم الحمد لله وسائل الإعلام متوفرة، الحاكم يصدر البيان في وسائل الإعلام ويصوم الناس والحمد لله. دين يسر يا أخوان، يسر الله هذا الدين ولله الحمد في كل زمان ومكان، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. قال رحمه الله عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا الحديث فيه دليل على شرط صحة الصيام، وهو النية. النية، وذلك في صيام الفرض تبدأ النية من قبل طلوع الفجر، أما إذا لم ينوي إلا بعدما طلع الفجر فإن صومه لا يصح في هذا اليوم، لأنه مضى جزء من النهار ليس معه نية، فدل على أن صوم الفرض يشترط أن تبدأ النية من آخر الليل. أما النفل فيصح بنية من النهار كما يأتي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم. لما بين في الحديث الذي قبله أنه لا بد من النية في الليل للصيام، هذا الحديث اللي بعده يدل على أن تصح النية من النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم طلب طعاما فلم يجد فصام من أثناء النهار، بدا من النهار. وفي الرواية الثانية أو في اليوم الثاني كأصبح صائما فأهدي إليهم شيء من الطعام، فأخبر النبي فأكل منه الرسول، أخبر أنه كان صائما وأنه يفطر لأجل أن يأكل. فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع أن ذاك في صيام الفرض، أنه لا يصح إلا بنية من الليل، وأما صوم النفل يجوز للإنسان أنه يصبح لا أكل ولا شرب ثم ينوي الصيام أثناء النهار، ما في معنى. ويجوز أنه إذا صام نافلة أنه يفطر في أثناء النهار، خلاف الفرض فإنه لا يفطر إلا لعذر شرعي. هذا الجمع بين الحديثين، أن صوم الليل أن صوم الفرض يجب أن يكون بنية من الليل قبل طلوع الفجر، وأن صوم النافلة يجوز بنية من النهار، وأنه يجوز للصائم نفلا أن يفطر في أثناء النهار ولا يمضي في صيامه. نعم. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. نعم. الله جل وعلا قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل بداية
الصيام من طلوع الفجر، الفجر الثاني، طلوع الفجر الثاني، ونهاية الصيام بغروب الشمس، ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يبدأ من غروب الشمس. فلا يجوز لأحد متنطع أو متشدد أن يقول أنا ما نبجوعان ولا عطشان، أبا أزود شوي، أزود شوي، أصوم من الليل أصله بالنهار. يقول لا، هذا حرام عليك، حرام عليك، الله قال إلى الليل. أن تقول لا أنا ما نفطر إذا غربت الشمس، هذه معصية. إلى الليل لغروب الشمس. في هذا الحديث لا يزال الناس بخير، أي بسنة، عمل بالسنة، ما عجلوا الفطر، لأنه سيحدث ناس من أهل الضلال تشددون الإفطار ولا يفطرون حتى تشتبك النجوم، حتى يظلم الجو تظهر النجوم، وهذا من التشدد ومن البدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال رحمه الله: وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. هذا مثل الحديث الذي قبله، أن الله يحب، وهذا فيه وصف الله جل وعلا لأنه يحب، كما أنه يبغض ويكره كذلك هو يحب سبحانه. هذا من صفات أفعاله اللائقة به، ليس كحب المخلوق، إنما هو حب الله جل وعلا الخاص به كسائر صفاته. أحب عباده، أنه يحب المؤمنين ويحب بعضهم أكثر من بعض، بعض المؤمنين يحبه الله أكثر من غيره. ومن هؤلاء أعجلهم فطرا، الذي يفطر عند غروب الشمس، هذا أحب إلى الله لأنه عمل بالسنة ولم يتشدد. وفي مفهومه أنه يبغض من أخر الإفطار، في مفهوم الحديث أن الله يبغض من يؤخر الإفطار تشددا منه. نعم. قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. عرفنا الإفطار وآداب الإفطار، آداب السحور وهو بداية الصيام. يستحب للمسلم أن يتسحر، يعني يتناول الطعام والشراب قبل بداية الصيام، ليتقوى بذلك على الصيام، ولا يقول أنا لست بحاجة إلى شيء، يصوم بدون أنه يتسحر، هذا خلاف السنة. السنة أن يأكل ولو شيئا يسيرا عند البداية. السحور سنة، أكلة السحر سنة، لأنه يقوي على العبادة، ولأنه يرد على المتشددين الذين يشقون على أنفسهم. قال: في السحور بركة، لأنه عبادة ويعين على طاعة الله عز وجل، وفي اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. السحور فيه بركة، فلا يترك الإنسان السحور، وهذه فائدته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر،
فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وهذا فيه بيان ما ينبغي أن يفطر به الإنسان، أن يتناوله الإنسان عند الإفطار. أفضل شيء التمر، أفضل شيء التمر، فلا يقدم عليه غيره لما في التمر من الخاصيات الطيبة والمنافع الطبية. فهو إن وجد التمر يفطر به، وإذا لم يجد البديل هو الماء، لأن الماء طهور، طهور ينظف المعدة ويطهر المعدة ويغذي، فيفطر على التمر. إذا لم يجد تمرا يفطر على الماء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. والفرق بين الرطب والتمر أن الرطب للتمر البديء، التمر البديء أول ما ينضج التمر في النخيل هذا رطب يسمى، وأما التمر فهو المجفف، الرطب المجففة. نعم. فإذا لم يجد هذا ولا هذا أفضل شيء الرطب، ثم بعده التمر، ثم بعده الماء. وإن أفطر بغير ذلك من الطعام أو من الشراب فلا بأس، لكن الكلام على بيان السنة والأفضل. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم. كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. سبق لنا أن السنة أن يتسحر عند بداية النهار، وأن يفطر عند نهاية النهار، هذا هو السنة. أما إذا لم يفطر وقرن بين اليومين بدون سحور وبدون إفطار فهذا الوصال، هذا يسمى الوصال، وهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما فيه من المشقة ولما فيه من ترك السنة. فالأفضل للإنسان أن يتسحر آخر الليل وأن يفطر عند غروب الشمس يتعشى والحمد لله، هذا هو السنة، ولا يواصل اليومين والثلاثة بدون تناول شيء لا في السحور ولا في الإفطار. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. الرسول كان يواصل الأيام ولا يأكل شيئا لا عند الإفطار ولا عند السحور، يعني كيف تنهانا عن الوصال وأنت تواصل؟ وهم يريدون أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم بأن هذا من خصائصه، الرسول له خصائص لا تشاركه الأمة فيها، فمن خصائصه الوصال. فالوصال جائز لكن الأفضل تركه، هذا الأفضل تركه، ولو واصل جاز هذا، لكن السنة والأفضل ترك الوصال.
أما الرسول صلى الله عليه وسلم فله وضع خاص لا تشاركه الأمة. قالوا يا رسول الله إنك تواصل؟ قال إني لست كهيئتنا. فقوله إنك تواصل هذا دليل على استحباب التأسي به صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء مطلوب التأسي به، إلا ما كان من خصائصه فإنه لا يتأسى به فيه، ومن ذلك الوصال، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال إني لست كهياتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. هذا خاص به، أن الله يقويه، أن الله يقويه ويمتعه بالوصال ويقوى عليه. أما أنتم فأنتم لا تقدرون على هذا، وهو يريد بكم الرحمة ويريد بكم اليسر. هذا حاصل هذا أن الوصال جائز، ولكن تركه أفضل، إلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم فالوصال أفضل، لأنه له خاصية ليست في الأمة، هو يقدر وهم لا يقدرون، يقدر على هذا وهم لا يقدرون. هذه هي المسألة، مسألة الوصال جوازها وعدم جوازه. لما رأى أنهم يريدون الاقتداء به صلى الله عليه وسلم يرغبون في الوصال، مع أنه ينهاهم، واصل بهم يوما ثم يوما ثم رؤي الهلال فأفطروا، قال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر لهم لما لم يمتثلوا، فدل على أن الأفضل عدم الوصال، وأن من يواصل يحتاج إلى التنكير، لأن هذا من المشقة على الناس، والله لا يرضى لنا المشقة، بل يرضى لنا اليسر السهولة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم، ففيه التنفير من التشدد. وأما وصال الرسول فهذا خاص به صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. عرفنا أن الصيام هو ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات، ولا يكفي هذا، ما يكفي أن الإنسان يترك الطعام والشراب فقط، ولا يترك اللغو ولا يترك الكلام المحرم والسباب والشتم، هذا يجرح صيامه وينقص ثوابه، ويصوم أيضا عن هذه الأمور، صوم عن السباب والشتم واللعن والطعن وغير ذلك في أعراض الناس. كيف يصوم عن الطعام والشراب ولا يصوم عن أعراض الناس؟ يجب أن يصوم عن الجميع. من لم يدع قول الزور، وقول الزور هو الكذب للتزوير، والعمل به أي بالزور، لا يقول الزور ولا يعمل به ممن أتى به، أي يرفضه ويتركه، والجهل على الناس، والجهل عدم الحلم، ما يكون حليم مع الناس، بل يكون أحمق، يجهل عليهم بالكلام، بالسب، بالشتم، هذا من الجهل. فالجهل على قسمين: جهل معناه عدم العلم، وجهل معناه عدم الحلم. عدم الحلم، فالمسلم يكون حليما ولا يكون جاهلا،
يجهل على الناس، تجر عليهم، قول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، لا يجهلن أحد علينا، لا يتعدى علينا أحد، فإننا نعتدي عليه أكثر من تعديه. الجهل يراد به هنا عدم الحلم، حتى لو أن أحد تعرض لك وانت صايم، سبك وشتمك، لا ترد عليه. إن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صايم، إني صايم، يمسك ولا يرد عليه. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يكفي لعله يكفي. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: إذا ثبت رمضان في بلد إسلامي ولم يثبت في بلد آخر، فهل يجوز للمسلم أن يتابع البلد الذي ثبت فيه رمضان فيصوم معهم، أم هل عليه الالتزام بمجلس الإفتاء في بلده؟ هذه مسألة خلافية. إذا رؤي الهلال في بلد، هل يلزم المسلمين في كل الأرض أن يصوموا؟ هذا قول بعض العلماء. القول الثاني يقول: لا، هذا الاختلاف المطالع، لأن الأقاليم تختلف، يظهر الهلال في إقليم ولا يظهر الإقليم الثاني، كل يعمل بالرؤية في بلده حسب المطالع. أما إذا كانت المطالع ما تختلف، البلدان متقاربة، وإذا طلع في بعضها يطلع في البلد الآخر، يصوم الجميع لأن المطلع واحد. أما إذا كانت المطالع تختلف، مثلا الحجاز غير الشام، الحجاز غير الشام، المطلع الشام يختلف عن مطلع الحجاز باختلاف خطوط الطول والعرض كما يقولون، وكل قوم لهم رؤيتهم، أهل الشام يصومون برؤيتهم وأهل الحجاز يصومون برؤيتهم. والآن المسلمين كما تعلمون صاروا دول، قطعوا دولا، المسلم يصوم مع دولته، إذا صامت دولته عملا بالرؤية عندهم، يعتمدون على الرؤية، صاموا يصوم معهم، صومكم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، يصوم مع دولته ما داموا يعتمدون الرؤية الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تكون رؤية الهلال من شخص واحد في زمن الصحابة فقط لأن الصحابة عدول؟ لا يا أخي، المسلمون عدول ولله الحمد، الأصل في المسلم العدالة في كل وقت إلى أن تقوم الساعة، فإذا رآه مسلم فإنه يعمل برؤيته، وإذا جهلت حاله فإن القاضي يستفصل منه. نعم. كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا وافق يوم 30 من شعبان يوما يستحب صومه كالاثنين والخميس أو الخميس، فهل يجوز صومه؟ إذا كان من عادته أنه يصوم يوم الاثنين والخميس صوم، ما يخالف، لأنه ما صامه على أنه من رمضان، صايمه على أنه يوم الاثنين أو يوم الخميس، وهو عادته يصوم الاثنين والخميس، ما يخالف. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا رؤي الهلال في النهار فما الحكم؟ إذا رؤي الهلال في النهار هذا سيأتي الحكم، أنهم يمسكون بقية اليوم ويقضون هذا اليوم بعد رمضان. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لو رأى الهلال رجل مسلم فاسق صاحب كبائر ومجاهر بالمعصية، فهل تقبل رؤيته؟ الفاسق والمجاهر بالمعصية لا تقبل شهادته، استشهدوا لو أشهدوا لو يعادل لو أشهدوا
ذوي عدل منكم. اشترط في الشاهد العدالة، عدالة ظاهرا، احنا ما لنا الا الظاهر، اذا ظهر عليه الفسق فهذا لا تقبل شهادته، اما اذا لم يظهر عليه فيما بينه وبين الله نحن لا نفتش، لكن اذا ظهر عليه الفسق فلا تقبل شهادته. نعم. احسن الله اليكم. وهذا يقول: هل تعتبر النية في اول الشهر لصيام رمضان كاملا؟ كل يوم له نية، كل يوم له نية، ما تكفي نية واحدة لجميع الشهر، لأن كل يوم عبادة مستقلة. الحديث: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، هذا في كل يوم. نعم. وهذا سائل يقول: هل أخرة السحر تقوم مقام النية؟ نعم، إذا قام وصلح السحور وقرب وجلس يأكل، هذا هو النية، هذا معناه النية. نعم. وهل يجوز أن أتلفظ بها فأقول أصوم غدا أو غدا؟ لا، ما يجوز التلفظ بالنية، لأن هذا شيء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني نويت الصيام أو نويت الصلاة أو نويت كذا وكذا، هذا لم يرد. الله جل وعلا قال: لا تعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله بكل شيء عليم. النية بالقلب ولا يتلفظ بها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز الاعتماد في الرؤية على التلسكوب أو الحساب الفلكي؟ ما يخالف، لا بأس، سواء الرؤية بالعين المجردة أو رؤية بواسطة المناظير أو رؤية بواسطة المناظير، لأن يعني كله رؤية بالعين، كله رؤية بالعين، لكن يكون بواسطة أو بدون واسطة ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما معنى أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني؟ الله أعلم. قيل معناه أن الله يقويه على العبادة ويتمتع بها، تغنيه عن الطعام والشراب لأنه يتلذذ بعبادة الله ويقوى جسمه على ذلك، هذا أقرب شيء والله أعلم. وقيل أنه يؤتى بطعام من الجنة وشراب من الجنة، ولكن هذا فيه نظر، لأنه لو أكل أو شرب حتى ولو من الجنة لا يكون صائما. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: صمت صيام نفل ثم أفطرت، فهل علي القضاء؟ لا، النفل لا يقضى، النفل لا يقضى، فإذا صمت صيام نفل وأفطرت النهار فلا قضاء عليك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: متى ينتهي وقت السحور؟ طلوع الفجر الثاني، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا طلع الفجر تضح ينتهي الأكل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل هناك فرق بين هاتين المسألتين؟ المسألة الأولى: أفطر رجل شاكا في غروب الشمس، الثانية: أفطر رجل ظنا منه أن الشمس قد غربت، ما الفرق بين الشك والظن؟ الشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما، هذا الشك. فإذا أكل شاكا لغروب الشمس بطل صومه، لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار. أما الظن هو التردد بين أمرين مع رجحان أحدهما، فإذا أفطر بناء على غالب ظنه فإن تبين خلافه وجب عليه القضاء، وإن لم يتبين خلافه فإنه لا قضاء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: امرأة تأخذ حبوبا تمنع الدورة الشهرية، وهي يعني ترجو أن تصوم رمضان حتى لا تقضي، تتعاطى حبوبا توقف الدورة الشهرية، والغرض من ذلك أن تصوم رمضان كاملا ثم تصوم الستة بعد ذلك ولا يكون عليها قضاء. لا بأس بذلك، إذا كانت الحبوب ما تضر صحتها، طبيب يقول ما فيها ضرر، لا بأس، ولكن تركها أحسن،
تركها أحسن، ولكن لا مانع منها إلا إذا كان فيها ضرر على جسمها أو صحتها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا رجل ظاهر من امرأته، يقول السائل رجل ظاهر من هذا سائل يقول رجل ظاهر من امرأته وصام 50 يوما ثم داعب امرأته فأنزل واستمر في صيامه وصام يوما مكان ذلك اليوم، فهل تبرأ ذمته بذلك؟ خلف الله عليه، هذا أبطل صيامه، لازم يبدأ من جديد من قبل أن يتماس، صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. هذا باشر امرأته وأنزل أعناه بطل صيامه، فلا بد من بداية من جديد، يصوم شهرين متتابعين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول إذا صام الإنسان نصف الشهر ولكن ليس بصيام يوم وإفطار يوم، يقول إذا صام الإنسان نصف الشهر ولكن ليس بصيام يوم وإفطار يوم، فهل له فضل صيام داود عليه السلام؟ داود عليه السلام ما يفطر كل دهره، يصوم يوم ويفطر يوم، ما هو بعض الأشهر يصوم يوم ويفطر يوم، بعض الأشهر لا، كل الأشهر يصوم يوم ويفطر يوم عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول ما المعنى المقصود من صيام أكثر شعبان؟ أكثر شعبان هل هو صيام أكثر من نصف الشهر؟ يقول ما المقصود من صيام أكثر شعبان؟ أكثر من النصف، يعني يصوم أكثر من نصفه، هذا أكثر شعبان، الأكثر من النصف. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول إذا رأى الرجل ما يعجبه من النساء وهو صائم فأمذى، فهل صيامه صحيح؟ والله في خطورة، ما يجك إذا كرر النظر، إذا كرر النظر فأمنى هذا يفسد صيامه، أما إذا أمذى هذا محل خلاف، محل خلاف، والصحيح أنه لا يفطر بالمذي ولكنه يأثم، أما إذا أمنى فيبطل صيامه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول، وهذا سائل يقول أشهد الله أني أحبك في الله، امرأة أصيبت بالسرطان أسأل الله لها العافية والمعافاة، منعها الأطباء من الصيام وحاولت صيام رمضان. امرأة أصيبت بالسرطان، نسأل الله لها العافية والمعافاة، منعها الأطباء من الصيام وحاولت صيام رمضان الماضي ولكن لم تستطع، وتم الإطعام عن الشهر كله، ثم حاولت صيام يوم عاشوراء فيسر الله لها ذلك وصامت عاشوراء، ماذا عليها؟ هل تقضي رمضان الماضي مع العلم أنها ما زالت مريضة؟ لا، ما تقضي، ما دام الأطباء قرروا أنها لا تصوم وجربت ووجدت مشقة فلا تصوم. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا في اللي يستطيع أن يقضي، أما الذي لا يستطيع أن يقضي هذا يكفل، وعلى الذين يطيقونه فدية، على الذين يطيقونه فدية، الذين يطيقونه يعني يشق عليهم، طوقونه قراءة يطوقونه يعني يشق عليهم دائما، ما لهم وقت يستطيعون، ولا اللي فيه مرض السرطان نسأل الله العافية ونسأل الله له الشفاء، اللي فيه مرض السرطان ما له وقت يستطيع القضاء، يكفي الإطعام والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل وردتها ابن وردت ابنا قبيل رمضان وهي تريد أن تكمل الرضاعة سنتين، هل يجب عليها أن تصوم رمضان كله؟ إذا كان عليها ضرر من الصيام أو على الرضيع، إذا كان عليها ضرر هي في جسمها أو هي سليمة ولكن الرضيع ينقص عليه الحليب تضرر، فلا تصوم، تفطر وتقضي من أيام أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل العادة السرية تفطر؟ وإذا كانت تفطر فهل علي قضاء الأيام التي فعلت فيها تلك العادة ولا أعرف عددها؟ ما في شك عليك القضاء لأنك أبطلت صيامك بالاستمناء،
خروج المني دفقا بلذة هذا يبطل الصيام، يبطل الصيام. فعليك القضاء كل الأيام التي عبثت فيها واستمنيت فيها، وإذا كنت لا تعرف عددها قدرها، اجتهد في تقديرها واحتط وأبري ذمتك بالقضاء، تب إلى الله ولا تعود لهذا. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: من سمع أذان الفجر ولم يرى أثرا للشمس فهل عليه أو فهل يجوز له أن يكمل الفطر حتى يرى أثر الشمس؟ رجل أذن عنده الفجر ولكنه لم يرى أثر الشمس، فهل يجوز له أن يستمر في طعامه؟ لم يرى إيش؟ أثر الشمس. شلون الفجر يرى الشمس؟ الشمس ما هي عند الفجر، الشمس متأخرة. السؤال ما هو واضح، يرجع على صاحبه واضح. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز في صيام التطوع أن ينوي مثلا بعد أن يستيقظ بعد الظهر فيكون نوى الصيام في آخره أو في آخر 5 ساعات فقط، أم أن هناك إيش يقول؟ يقول السائل: هل يجوز في صيام التطوع أن ينوي مثلا بعد أن يستيقظ بعد صلاة الظهر فيكون نوى الصيام في آخر 5 ساعات فقط، أم أن هناك وقتا معينا بعده لا يصح أن ينوي الصيام من النهار فيه في صيام التطوع؟ معروف صيام التطوع يصح بنية من النهار كما سبق، ولكن العلماء اختلفوا هل ينوي قبل الظهر، يشترط أنه ينويه قبل الظهر ولا ينوي بعد الظهر، أو يجوز في سائر اليوم أدام لم يأكل ولم يشرب يجوز ينوي في سائر اليوم. هذا هو الظاهر، أنه إذا نوى ولو بعد الظهر أنه يكون صيامه صحيحا إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: إن شكت المرأة أنها قضت ما عليها من قضاء رمضان فماذا عليها؟ شكت؟ نعم، شكت أنها قضت ما عليها من رمضان فماذا عليها؟ لا، ما تبرأ الذمة مع الشك، لا بد من اليقين. إذا تيقنت أنها قضت الحمد لله، إذا لم تتيقن فالأصل أن الذمة مشغولة بالصيام تصوم، إلا إن كان عندها وسواس. إذا كانت مصابة بالوسواس إنها تترك الوسواس، أما إذا كانت ما فيها وسواس وشكت فالذمة لا تبرأ مع الشك، لا بد من اليقين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: قام إخوتي بمقاطعتي بسبب الدعوة، واشترطوا لي الرجوع وترك المناصحة مع الرضا بالمنكر، وذلك لاعتقادهم أن المناصحة تدخل في شؤونهم، فما النصيحة التي توجهونها لنا وجزاكم الله خيرا؟ النصيحة أن تستمر في إنكار المنكر والنصيحة، ولا تطعهم في ترك ذلك لأن هذه معصية. ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترك النصيحة هذه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. تستمر على النصيحة، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي مأجورة، وليس هذا تدخل في شؤونهم، هذه نصيحة لهم، تدخل في شؤونهم الدنيوية، أما التدخل في أمور دينهم هذا واجب عليها. إذا رأت عليهم نقصا في أمور دينهم يجب أن تنصحهم وأن تنكر عليهم. نعم. وهذا سائل يقول: ما هي أفضل الأعمال في نهار رمضان؟ أفضل الأعمال في نهار رمضان تلاوة القرآن، تلاوة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض تلاوة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: في حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا، متى يكون الاحتساب؟ هل يكون قبل العمل أم بعده أم أثناءه؟ يكون مع بداية العمل احتسابا للأجر، يعني
إيمانا بشرعيته واحتسابا لأجره وثوابه. أما إذا عمله من غير احتساب فلا ينفعه شيئا. نعم. إذا عملت عملا صالحا لكنك لا تريد أجره ليس لك أجر في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه وهذا سائل يقول: هل يجوز الأكل والشرب أثناء الأذان أذان الفجر؟ يختلف الأذان، إن كان المؤذن يتقيد بالفجر فلا يجوز الأكل والشرب أما في أثناء الأذان، أما إذا كان يؤذن مبكرا فلا بأس. قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم يؤذن على الصباح، قال له: أصبحت، ثم يؤذن. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: إذا وضعت المرأة على رأسها الحناء وجاء وقت الوضوء فهل تمسح على الغطاء الذي وضعته على الحناء؟ أي خالف، الحناء ما يمنع الماء، الماء يتخلل الحناء ينزل على الشعر ولا يمنع الحناء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم لبس البنطال وعليها بلوزة طويلة قبل الركبة بقليل؟ المرأة تلبس الساتر من الثياب، الساتر الواسع، ساتر يعني الضافي الواسع ضد الضيق، أما الثوب الضيق فلا يجوز أن تلبسه سواء بنطلون أو تنورة أو ما أشبه ذلك، ضيق ما تلبسه المرأة، تلبس الفضفاض الذي لا يبين أعضاءها، أنها مطلوب منها الستر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: ما الرد على من يقول بأن علة منع المرأة من السفر بغير محرم هي الأمن؟ هي الأمن فإذا وجد الأمن فلا بأس على المرأة من السفر بغير محرم في الطائرة أو السيارة مع رفقة آمنة، فما الرد على هذا القول؟ أحسن الله إليكم. إيه، لكن الأمن متى يجي الأمن؟ المرأة عليها خوف دائما، عليها خوف من الفسقة، عليها خوف مما يصيبها من المرض وغير ذلك، تحتاج إلى محرم تولاها، الأمن غير موجود، ما يؤمن أنه يعرض له مرض، ما يؤمن أنه يعرض له أحد من الفساق والطامعين، فالأمن غير موجود. وهل يقول الأمن موجود؟ هذا ما يدري، أو إنه مغالط. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم الاشتراك في مسابقات دورات العلم الشرعي من أجل المال؟ من أجل المال مالك غير المال، أما إذا طلبت العلم لأجل العلم وعبادة الله وأعطيت شيء من المال بدون قصد ما في مانع، هذا إعانة على العبادة ما في مانع، أما إذا كنت تقصد المال فليس لك أجر إلا المال اللي تعطاه، إنما الأعمال بالنيات. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: تقدم لي خاطب وقمت باستخارة الله 5 مرات وأيضا سألت عنه الناس وتزوجت هذا الرجل، ولكن بعد أيام قال إنه لا يريد أن يكمل معي ويريد أنه لا يريد أن يكمل معي الحياة ويريد الطلاق، وأنا صابرة، أدعو لي يا شيخ ولأخواتي لأن لدي أخت كبرى، أدعو لي يا شيخ ولأخواتي لأن لدي أخت كبرى مطلقة ولا أريد أن أزيد الهموم. ما تقول يا أخي، ما أدري وش تقول، وضح. نعم. أعيد السؤال. إيه. تقول: تقدم لي. لا تسرع. أبشر أبشر. نعم. تقدم لي خاطب وقمت باستخارة الله 5 مرات وأيضا سألت عنه الناس وتزوجت هذا الرجل، ولكن بعد أيام قال إنه لا يريد أن يكمل معي ويريد الطلاق. نعم. وأنا صابرة، أدعو لي يا شيخ ولأخواتي لأن لدي أخت كبرى مطلقة ولا أريد أن أزيد الهموم على والدي، جزاكم الله خيرا. لا تكره الطلاق إذا كان أنه لا يرغب، إذا كان الزوج لا يرغب البقاء